11 جلسة حتى الآن لانتخاب رئيس للجمهورية، لكن النواب يفشلون في التوصل إلى انتخاب رئيس، فيما القوى السياسية تقفز وراء الدستور وفوق الميثاقية وتعقد جلسات لمجلس الوزراء ضريبة في عرض الحائط، أي ميثاقية وأي مبادئ للدستور. ضيفي في Let's Talk عبر لبنيز دياسبورا نيوز ايجنسي الصحافي الأستاذ توني أبي نجم، رئيس تحرير موقع أيام لبنان الإلكتروني. أهلا وسهلا فيك أستاذ أنطوان. بدي بلش لو سمحت بالجلسة الـ11 لانتخاب رئيس الجمهورية، لكن قبل المرشح ميشيل معوض يقول الأسهل بالنسبة إلي هو التنحي لتفادي معارك الطحن السياسية، ويجب أن نعي أن الحرب التي تخاض ليست ضد كشخص بل ضد الخيار الذي أمثله. السؤال المطروح متى التنحي بعد الجلسة الـ11؟ هو السؤال لشو التنحي مش متى التنحي، يعني لو اليوم ميشيل معوض ما كان مرشح شو كان صار؟ كان في يمكن مرشح آخر. مش صحيح، ما في عمليا مرشح آخر. يعني إذا اليوم ميشيل معوض جيب 34 صوت لو انسحب، كان راح يكون في مرشح بجيب 17، مرشح بجيب 15 مرشح، وبالتالي منكون بعدنا مش بذات الدوامة، إنما منكون بمحل أسوأ. عم نعرض إنه اجتماع الحد الأدنى من القوى السيادية عم بيفرض. المشكل مش هون استفادي، المشكل يعني ميشيل معوض يوحد القوى السيادية أم يفرقها في مكان؟ بالعكس، يوحدها بالحد الأدنى الممكن. يعني ما في أي مرشح تاني قادر يجيب 34 صوت. بكل بساطة ما فينا نتعاطى بمنطق مع مرشحين يقولوا ايه بلكي منجرب نعالج بعض المشاكل الاقتصادية ونترك المشاكل السياسية ومشاكل السلاح ومشاكل الهيمنة على الدولة. ما بتزبط. القوى السيادية يعني بمفهومة بداية كل الحلول بدها تكون بالتطرق بشكل مباشر إلى ملف سيادة الدولة، هيمنة السلاح، السيطرة على القرار اللبناني، كان بالسياسة الخارجية أو بالسياسة الدفاعية أو على الأمن. وبالتالي بهذا الموضوع محاولة يعني ممارسة سياسة النعامة وطمر الرؤوس بالرمال وانه هيك منجرب عمو قريب وما بقى يمشي الحال. مشان هيك موضوع الانسحاب منه هو حل. الانسحاب حينما بيكون في مرشح من المعارضة بيقدر يجيب 65 صوت مش المعوض قال بينسحب، ما في مشكل. او اذا كان في من تسوية بتجمع عدد اكبر من الاطراف على قاعدة سيادية واصلاحية كمان ما عنده مشكل. بس الانسحاب هيدا السيناريو اللي حضرتك فادي، خليني اقول الانسحاب لزيادة عدد الاوراق البيض او لزيادة التشرزم خدمة لمشروع حزب الله لاستدراج كل القوى لما يسميه حوار، هو عمليا محاولة فرض رئيس من 8 ادار تابع له، هيدا اللي ما رح نقبل فيها وما رح تمشي ومش مطلوب ابدا. طب السيناريو اللي حضرتك عم تحكي عنه، في حال تم التوافق أو التسوية على رئيس عنده مقومات سيادية يجيب 65 صوت، ساعتها ميشيل معوض يتنحى. حكي. عظيماً هو هذا الشخص البديل، هو ومتى يحين موعد الخطة باء؟ هو لو في بديل كان صارت الخبرية. هي المشكلة أنه ما في بديل ما في خطة باء بكل بساطة. يعني كل محاولات الترويج بمرحلة ماضية والترويج المتعمد، يعني محاولة بس إشاعات، محاولة استكتاب بعض المقالات وغيرها للترويج، هي بس محاولات مشبوهة هدفها ضعضعة هيدي المجموعة المصرة على ترشيح. لكن القوات اللبنانية حكيت أول شيء عن الخطة بي، رجعت تراجعت. القوات اللبنانية ما حكيت عن الخطة بي. في أحد النواب بالقوات اللبنانية اللي حكى عن خطة بي من راسه، هيدا الموضوع ما كان بيمثل لا القوات اللبنانية ولا طرحها. طب بس يحكي ملحم رياشي عن خطة بي ما بيمثل أكيد سمير لا. جعجع كيف؟ أكيد. والدليل وهو إنه سمير جعجع أبدا، والدليل إنه سمير جعجع مباشرة بأكتر من تصريح بركي هي عملية زد أبدا، زد خطة بي لجس نبض في معين. في عملية بعض هيك المشاريع الشخصية وبعض الزبزبات الشخصية السخيفة التافهة، يعني بكل أسف هالقد كانت حجم الخبرية. سمير جعجع بالمباشر وعبر بيانات للدائرة الإعلامية بالقوات نفت هالموضوع جملة وتفصيلا، وحتى يلي سميته اضطر يرجع يطلع ينفي.
وبالتالي هاي الحمرياشي معقول عم تقول انه هو لقضايا شخصية تافهة؟ مش اول مرة يعني بتصير، مش بإعاز مثلا أكيد من رئيس الحزب حتى يجس نبض اقليمي على الاقل بإعاز. او محلي اكيد مش بإعاز من رئيس الحزب، اكتر من هيك ما بحب اكشف يعني قصاص، باكتر من مناسبة صار في اكتر من خطيئة اكبر من هيك يعني، وكلام كان ينحكى بالسلونات اكبر من هيك والقوات كانت تتبرى منه، بالتالي يمكن يجب ضبط ايقاع البعض بشكل افضل. يجب ضبط ايقاع من حمرياشي بتخيل هيك، لانه صار في اكتر من خبصة بالموضوع، بالنتيجة القوات اللبنانية تعبر عن مواقفها بشكل واضح عبر رئيسها يلي هو نفى الموضوع جملة وتفصيلا باخر مقابلتين، يعني كان اكتر من واضح وببيانات رسمية، وحتى من حمرياشي جا طلع نفى، وبالتالي الواحد ما لازم يورط حاله بكلام. قد يكون القوات اللبنانية لمست عدم حماسة من قوى إقليمية أو محلية بعدم الذهاب إلى الخطة بي الآن. غير صحيح، القوات اللبنانية كما أكد الدكتور سمير جاجا ما بتنتظر أي إشارات من القوى الإقليمية، بالعكس يعني الدكتور جاجا كان واضح وقال أنه القوى الإقليمية إذا شيء بيستشيرون، وبالتالي القرار عند القوات هو بمعرب ومش بمحل تاني. طيب عظيم، لكن سمير جعجع استقبل نعمة فريم وأوضح أنه هو قال له لا ما رح يمشي. سئل سمير جعجع من كم يوم على الموضوع وكان جواب واضح أنه قال له نعمة فريم ردا على طرح أنه هلأ بلكي منتفق على قضايا اقتصادية ونمشي، قال له نحن ما بنمشي هيك، بدنا نحكي بالسيادة. نعمة فريم هو يريد أن يترك القضايا السياسية في ترشيحه، يعني هيدا منطق انه منترك القضايا الخلافية؟ لا يا اخي، ما هي المشكلة نحن القضايا الخلافية هي اللي وصلت البلد لهون، وبالتالي ما فيك تترشح على رئاسة الجمهورية تحت شعار منترك القضايا الخلافية والسلاح والهيمنة على الدولة وما بعرف شو، ومنجي بنعملنا شي خطة اقتصادية. ما هو ما بيزبط يعني، اذا رفيق الحريري الله يرحمه الرئيس الشهيد رفيق الحريري بكل جبروته وقوته ما قدر يبني البلد كما يجب بمقولة فصل الاقتصاد عن السياسة، بده يجي نعمة فريم اليوم يعملها؟ ما قدر اليوم على مدى يمكن 20 سنة قدر رفيق الحريري يفصل. وشو أثبت الموضوع؟ بغض النظر أثبت فشله، ما بتزبط يا أسف هذه ما بتزبط يعني، وحتى ما قدر ضايل 20 سنة. ما بدنا ننسى صار في بال93 حرب على الجنوب، بال96 حرب على الجنوب، رجعنا وقعنا بالسياسة بموضوع أمير لحود ب98 وكل الهجوم على رفيق الحريري وجماعته، ورجعنا بتعرف التتمات وصولا لاغتيال رفيق الحريري. ما فيك تجي تقول انه نحن بنقدر نفصل السياسة اذا ما كانت في سياسة دولة سيدة حرة مستقلة بترسم خياراتها الخارجية، بتعيد علاقات لبنان الخليجية مع السعودية وكل دول الخليج العربي، ترجع تسترد عملية الاستثمارات والسياحة الخليجية إلى لبنان. ما فيك تحسن. مسؤولية مين اليوم برأيك في تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية؟ حزب الله. اليوم نحن أستاذ فادي جلسة الحكومة الأخيرة هل كانت انعقدت لو حزب الله رفض؟ اليوم حزب الله عمليا هو الحاكم، وما بدي أقول من خلف الكواليس، هو الحاكم علنا. يعني إذا بده يصير في جلسة للحكومة أو ما بده يصير في جلسة بتطلع إذا حزب الله بوافق أو لا. لو حزب الله ما وافق ما كان صار جلسة. حزب الله أنا بحضر بندين الكهرباء صارت القصة بس على هالبندين. حزب الله بموضوع رئيس الجمهورية هو من يعطل انتخاب الرئيس، وقال محمد رعد لو ما نبقى نرجع 100 سنة بدنا نجيب مرشح تابع لنا. بالنتيجة هيدي الممارسات. طيب. وتعطيل النظام البرلماني الديمقراطي بحجة الطوافو، يعني بنسمع نظرية انه ايه ما هو بده 86 صوت، بده 86 صوت بأول دورة، تاني دورة يكون بده 85. ومين اللي قال انه ما فينا نجيب المنع بعطله؟ مين اللي قال انه نحن ما بنقدر نجيب رئيس جمهورية ب 65 صوت، انه لازم يكون طوافو كلين؟ طب حتى مش عم تجيبه 65 صوت ولك المنع هو لانه ما عم بيصير دورة تانية. لو عم بينترك وما عم بيتم تعطيل الجلسات، ولو عم نروح على دورة انتخابية تانية
ويتأمن للنصاب، مين قال ما بينجاب ال 65؟ أكثر من نايب وأكثر من كتلة قالوا مين لو يعني ليش ما ليش ما بيصف؟ إن كان كتلة الاعتدال الوطني يعني النواب السنة، في كتير نواب مستقلين أو نحن لو منروح على دورة تانية نعطي ميشيل معوض. طب ليش ما بيعطوا ميشيل معوض حتى بالدورة؟ لأنه بالدورة الأولى لو عطوا ميشيل معوض بدك 86 صوت. ما هي النظرية تبعيتهم، يعني هي النظرية اللي هن قالوها مش أنا عم بقولها. هل بتعتبر هيدا تقاعس أو تعمي عن الحقيقة؟ لا لا لا، هيدي لأنه في عملية، يعني إذا جبت بالدورة الأولى 65 صوت حكما الرئيس بري سيضطر للدعوة إلى جلسة. مش صحيح، ما رح يدعي لدورة تانية وما بعود يدعي لدورة أولى. طب امبارح ميشيل معوض عم بيقول لا يمكن لنواب المعارضة أن يبقوا على ضفة التاريخ. صح، شو يعني؟ بيجي يقول لنواب المعارضة ميشيل معوض عم بيسعى انه زيد عدد اصواته باول دورة. انما السؤال لما بيكون في حدا عنده نظرية، السؤال الاهم يا سفادي، ليك المرة بيتم تعطيل النصاب بعد الدورة الاولى؟ هون السؤال، مش السؤال لا عم بجيب اخي ميشيل معوض قدر يجيب 34 صوت. عظيم. طيب مفروض الرئيس بري يدعي لجلسة تانية ودورة تانية والتالتة ورابعة وخامسة وسادسة وعشرة بزيت نهار وعشرة تاني نهار. اليوم في بعض النواب بقيوا معتصمين داخل مجلس النواب لحين انتخاب رئيس الجمهورية. بتعملوا هيك؟ بيعملوا النواب كل النواب المعارضة هيدا؟ هيدا اللي لازم يصير. طيب عظيم، هو هيدا اللي لازم يصير. انما المشكلة اليوم بتنضحك على بعضنا، المشكلة في مين يأخذ مجلس النواب رهينة. كيف تنهي هذا المشكل؟ بشو؟ بكل أسف ما فيك تنهي هيدا المشكل اليوم، لأنه في سلاح. بس ما يكون في سلاح الوضع بيتغير، التوازنات بتتغير. يعني نحن فايتين على فراغ كتير طويل؟ إذا ما حصل عجيب من الخارج أكيد، إذا ما حصل التسوية خارجية ألزمت حملت السلاح بالذهاب إلى دورة تانية وانتخاب رئيس أكيد حكما. مشان هيك كنا بكل مرة يا أسيس فايد نضلنا أشهر، مرة سنة ونص ومرة سنتين ونص وهلأ ما بعرف. هلأ قداش في اللبناني ينطر؟ بكل أسف أنا لا أعول على اللبناني، بمعنى ما قصدي يعني لبنان أداة فيه يتحمل، مش إنه تحمله مسؤولية. لا لا، ما أنا أتقلك لا، بكل أسف يلي شايفه بعرف، بكل أسف كل شيء منيح إنه اللبناني عايش. يعني مثل ما بقول دايما ولو على سبيل المزح، شوف اللبناني بيزعل وبيعصب لما بينزل الدولار مش لما بيطلع. اللبناني عايش، روح كل يوم شوف الدنيا والمطاعم والسهر والأخبار والسيارات الجديدة. بس في ناس غيرها، في طبقة بس ما هو دايما انعدمت. دايما كان في طبقة يا أساس فادي، دايما كان في طبقة. اليوم في قصص صارت مباحة. يعني أنا بدي أعطي مثل صغير، أنه بيجوا بيقولوا أنه لا عم بيطلع الدولار وكيف عم بصير الضغط. طيب إذا بتجمع أعداد الناس يلي نزلت تشتغل على صيرفة بالمصاري من بعد، أنا مش عبولها، أنا مش عبنيش الخبرية، ما هو دي بدي عيشوا على طريقة تحس المبرد. بتلاقي يعني في أكثر من 50,000 لبناني، بقول 50,000 مش 200، 50,000 كانوا عم بينزلوا على المصارف. هيدا محمل 600 مليون، هيدا محمل مليارين، هيدا محمل 900 مليون، هيدا محمل تيلعب بالدولار. وهودي زعلوا لما وقفت صيرفة، بمعنى لما بطلوا قادرين يلعبوا هيك. المشكل نحن شعب يعيش على الأزمات بكل أسف. برجع بقول لك النكبة كانت تصير لما يقشط الدولار 7-8,000 ليرة، تدير النكبة والناس تبلش تولول وتعمل، مش لما يطلع الدولار. طيب خليني روح ارجع على السياسة لو سمحت بموضوع الانتخابات. لا شك انه على خلفية الانتخابات وقع المشكل بين التيار الوطني الحر وحزب الله، ترجمت تمثيلية بالدعوة الى مجلس تمثيلية. تمثيلية يعني بأي معنى؟ تمثيلية لأنه جبران باسيل ما بيقدر يطلع من حزب الله، بيقدر يلبط، بيقدر يقفط، بيقدر يعلي صوت. ليه ما بيقدر يطلع؟ ما بيقدر لأنه جبران يلي بيرجع بالتاريخ بيشوف مين كان جبران باسيل قبل شباط 2006 ومين جبران باسيل بعده، بيعرف ليه ما في يطلع. يعني وقتها بيكون لحم كتافه من خير حزب الله ويلي أعطيه حزب الله، إن كان بالمناصب إن كان بالتعيينات إن كان بغيرها، بيعرف انه ما بيقدر يطلع. ليش ربطها بال 2006؟ بتوقيع وثيقه مارو مخيل. طيب ما قبل هيك كان جبران باسيل يقدم طلب تيحصل على لون تيشتري سياره،
ما بعد هيك صار شاري كل الباترون. ما قبل هيك يعني كان جبران باسيل بالسياسة بين هلالين نكرة. بس هو يعني كان صهره لميشيل عون ومش بس قال له لسيد حسن نصر الله الوعد غير الصادق ونحن سننهي اتفاق بس مار مخيل. لي ما نهي يعني لي ما عمل عنتر بارح بعد الجلسة شو قال؟ ليش ما نهي بارح شو قال؟ قال اتفاق مار مخيل لن ينتهي. ما هو رجع قاله هو ذاته، ما انت عم تاخذ له جزء. هو ذاته قال نحن من سلمك يا سيد حسن انت تبت بمصيرنا وشو بتحكم نحن قبلانين. هاي قبل ما هو يلي بيطلب منه هيك ما في يعمل شيء بس تاني. قبل جلسة مجلس الوزراء الثاني شو عمل؟ بعد كمال حيك على الجلسة، ما قطع الجلسة. هيدا التزاكي على اللبنانيين ما بقى ينفع. انه انا بدي استفيد من موضوع الكهرباء بس ما بدي ابعت وزراء، ببعت كمال حيك تا ما احمل تبعات وضلني اتغنى. لكن استثنوني انت بعت كمال حيك على الجلسة؟ لا انا ما ببعته لكمال حيك. مين بعته؟ ما بمون عليه. مين بعته؟ مين بمون عليه؟ اللي بمون عليه، اللي بمين مين بمون عليه؟ يلي تركه رئيس مجلس إدارة خلافا للقانون رغم انه صار في انتخاب. بيقدر كمال حيك ما ينزل على الجلسة اذا كانت عم تعني عم تعطي سلفتين أكيد. خزينة مثل ما انه وليد فياض ما نزل اساسا. نزل كمال حيك لانه جبران باسيل طلب منه، مش حدا تاني يعني. ما بتعتبر انه في مشكلة لان حزب الله اليوم رافض يدعم ترشيح جبران باسيل؟ جبران باسيل نظريا بعد ما ترشح، وسليمان فرنجي نظريا ما ترشح، ما في لا. ما في مرشح الا الفرق انه سليمان فرنجي قال عمليا باكثر من اطلاله اعلاميه انه هو مرشح ولكن لن يدعو الى الانتخاب الى الاقتراع له ما لم يحصل توافق. سليمان فرنجي اطل باكثر من مقابله تلفزيونيه كمرشح وعم بيحكي انه انا اذا عملت رئيس هيك بعمل. اليوم حزب الله، حتى بدي اقول اكثر من هيك، حزب الله منه متبني ترشيح سليمان فرنجية، انما يدعم ترشيحه اذا ترشح. هلا بانتظار يمكن شو ناطر اذا حزب الله ناطر حتى يتبنى ناطر تسويه. اليوم حزب الله ما بيقدر يجيب له 65 صوت تسوي. لا حزب الله اليوم ناطر تسويه من وين؟ اكيد ناطر برا، لانه حزب الله ليكون هو بيقرر بكل شيء. اليوم في مفاوضات سعوديه ايرانيه، بدنا نشوف شو بده يتفقوا باليمن، شو انعكاساتها. في شغل بين سوريا وتركيا. الفريق السيادي مش ناطر هذه التسويه؟ الفريق السيادي عم بيعمل يلي بيقدر يعمل اليوم حتى يعني التسويه. مرشح ميشيل معوض وعم بيزل ينتخبه، اكثر من هيك شو قادر يعمل؟ هو اللي عم بيعطل الانتخابات، هو عم ينسحب من الجلسات. لا بس بتعتبر انه هذه التسويه تفيد ام تضر فريق ميشيل معوض؟ حسب بدك تشوف التسويه كيف. ما اخر النهار كل تسويه في التسويه فيها فريقين. كل تسويه بدك تشوف فيها عناصر التسويه وموازين القوى. مين موازين القوى اليوم؟ ما هي بالتسويه يعني عم نحكي نحن في السعوديه من ميل وايران من ميل تاني. هودي الفريقين يعني الامريكيين يلي هن معنيين انما غير لا مستعجلين. الى اي مدى السعوديه مثلا متمسكه بخط ميشيل معود وبميشيل معود؟ السعوديه متمسكه بلبنان الذي ينتمي الى محيطه العربي. هيدا لبنان بيعني لها. السعوديه ممكن تكون معنيه بلبنان اذا صار في باكج ديل كامل، رئيس جمهورية، رئيس حكومة، حكومة، بيان وزاري، برنامج عمل يعيد لبنان إلى موقعه الطبيعي. السعودية بتصير معنية. بس السعودية ليه بدها تكون معنية بأنها تقدم مساعدات تصب عمليا بخزنات حزب الله؟ هيدي هي التسوية اللي عم شغل عليها. يعني تفاصيل التسوية حتى ما الواحد يدعي أكثر ما فيه تفاصيل التسوية، لا أنا ولا أنت ولا كثير من المنظرين عندهم تفاصيل الاجتماعات وشو عم بصير. نحن منتابع أجواء، منشوف ناس معنيين، منجرب نستشف. الأكيد أنه السعودية اليوم غير السعودية قبل. السعودية اليوم لم يعد لبنان بصيغته الحالية يعنيها. اليمن بتعنيها أكثر لأنه اليمن على حدودها وتسبب إزعاج، ولكن السعودية مش يعني تخلت عن لبنان، ولكن السعودية بدها لبنان ما يتخلى عن حاله وعن دوره العربي وعن انتمائه العربي عظيم. تكون هي معنية يعني بدها تسوية بالحد الأدنى. وهل السعودية فيها تنطر 50 سنة ما يكون في تسوية بلبنان؟ ما عندها مشكلة.
ليش؟ انه شو مغير بوضعيتها؟ برجع بقول لك بهم اليمن ايه، بس ان تقول للسعوديه تعي استثمر بلبنان إيه؟ ليه؟ على اي قاعده؟ السعوديه تقوم بما يناسب مصالحها القوميه. في حال صار التسويه سعوديه ايرانيه ما فيها اسم ميشيل معوض، شو بيعمل ساعتها اذن؟ ما هو بدك تشوف القاعده، يعني هو الاساس بدنا تسويه على رئيس سيادي اصلاحي. يعني رح نعطي مثل بالمباشر، اذا هيدي التسويه صبت عند جوزيف عون اكيد ميشيل معوض وكل الفريق السياسي بيمشي. اذا لا سمح الله هيدي التسويه بتصب عند سليمان فرنجيه، الشباب بالفريق السيادي على الاقل ميشيل معوض وحلفائه وسمير جعجع يعني والقوات اللبنانيه ما رح يصوتوا لسليمان فرنجيه. ما هي بيمشوا بنعمه فريم؟ برجع بقول لك نعمه فريم ليس رجل سيادي صلب. يعني نعمه فريم اعطيني مواقف ضد حزب الله. نعمه فريم باحدى التغريدات بخبرك عن الحياد الايجابي المسلح. اشرح لي النظريه بشرفك. يعني نحن لبنان بيكون بحياد ايجابي محصن بسلاح حزب الله؟ اخي انا بعد ماني سامع مواقف سياديه لنعمه فريم. زياد ورود، مو زياد بارود اعطيت يعني الراي فيه قبل، هو صديقي وحبيب قلبي إنما. بس انما كمان لا يقدر على المواجهه. صلاح نين، صلاح نين يعني اكيد افضل من الاسمين السابقين، انما المشكل له فتره كتير بعيد. صلاح نين بدي اشوفه هلا شو بده يعمل، ما بعرف. جهاد أزعور، جهاد أزعور قد يكون اقتصادي ممتاز جدا، انما بالسياسه روم كمان على علاقه جيده فيه ورجل مالي مهم، انما بالمواضيع السياسيه والسياديه انا ماني سامع صوته، كيف بدي احكم عليه؟ نحن اليوم المشكل الاقتصادي اساسه سيادي وسياسي. بدك تجيب لي حدا يقول انا ما بتعاطى بهودي؟ انه شو بنعمل؟ طيب اذا اجى جهاد أزعور خبرنا شو بيعمل بالحدود؟ كيف بيضبط الحدود؟ شو بيعمل؟ مثل ما بده يضبطها ميشيل معوض، ما ميشيل معوض بده يقول انه نحن ضبطونا الحدود، لكن بالعملي بالاليه قادر على ضبط الحدود اي رئيس جمهوريه سياسي؟ اكيد. كيف؟ لما بيكون في قرار، لما بيكون رئيس جمهوريه قادر ياخذ قرار بتفرق الخبريه. ما هو طيب اخذ رئيس جمهوريه قرار، مجلس الوزراء ما مشي فيه او رئيس حكومه ما مشي فيه، ما عنده الغطاء، ما دائما كان يقول اعطونا غطاء. برجع بقول لك الاساس باي عمليه هو باكج ديل، رئيس جمهوريه، رئيس حكومه، حكومه بين وزاره برنامج عمل، كله هيدا باكج. ما فيك اليوم ايه اذا جبت رئيس جمهوريه ومعطله البلد بجرب يقاوم قد ما فيه، انت بدك تنقذ ولا لا؟ يعني في رهان اليوم انه يكونوا في كتار ملوعين انه ما فينا نستمر هيك، ما فينا نستمر بوضعية الانهيار الحالي، وعلى هيدا الرهان عم نجرب نبني، ما بدي اقول احلام، نبني انه بلكي حدا بده يكون يحس على دمه ونقول بدنا نروح على وضع افضل، وبالتالي المطلوب هو الاجراءات. يعني حتى لما بتحكي بالاقتصاد واي ام اف، ما فيك تعمل شيء مع الاي ام اف اذا مش قادر تروح تجيب غير 3 مليار 7-8 مليار تاني من الدول المانحة. طيب يعني من الخليج، الخليج ما رح يعطيك ولا فرنك طالما حزب الله مسيطر في مشكل سياسي. وزير الخارجية السعودي أكثر من مرة حكي عن الإصلاحات السياسية في لبنان. أخي هون المشكل. طيب عظيم، المشكل الكبير بالسياسة في لبنان هي سلاح حزب الله. صح. كيف أو ما هي مقاربة ميشيل معوض لحل قضية السلاح في لبنان؟ هلا خلينا نتفق، انا ماني ناطق باسم مش لا لا يعني عم نعمل قراءة عن الفريق السيادي. فريق اليوم شو هي مقاربته؟ هل هي نزع السلاح ام استراتيجيه دفاعيه؟ لا، ما هو في كذا ليفل، يعني بقى نتفق عندك انت ليفل تروح باتجاه واضح للاصرار على تطبيق الطائف وعلى القرارات الدوليه، وان بدك تيجي تقول لحزب الله هيك الوضع ما بيمشي الحال. فيك تعمل انت استراتيجيه من عده مراحل، ممكن تكون الاستراتيجية الدفاعية جزء منها، ممكن تكون تعمل انت بيروت كبرى منزوعة السلاح كمرحلة منها، انما بدك تروح باتجاه وضع الامر على كل السلاح في لبنان للشرعية. يعني خارج هيدا السيناريو شرعنت قوننت السلاح ابدا. اوكي عم نحكي نحن
وضع الأمرة على السلاح، يعني هذا انطرح ضمن استراتيجية دفاعية أن تكون الأمرة على السلاح للدولة اللبنانية. لكن لأن حزب الله معلش أنه أنا بدي استراتيجية دفاعية لقوننة السلاح. ما هو لا بنسأل سؤال، ميشيل عون أول ما إجا الرئيس البائس قال وغير المأسوف على استراتيجية دفاعية وما عمل ولا جلسة ولا دعا لموضوع. في فرق بين رئيس جمهورية يكون شغله الشغل هذا الموضوع ويحط الكل قدام أمر واقع وقدام واجباتهم ويضغط باتجاه تنفيذ استراتيجية دفاعية، وبين رئيس بيوعدك أنه نحن ما نعمل هيك بخطاب القسم وبيختفي وبيصير يدافع عن سلاح حزب الله بالمحافل الدولية. برجع بقول لك أداء الرئيس، أداء الشخص هو جزء أساسي. كلنا منتذكر بشير جميل الرئيس الشهير، بشير جميل ما حكم، إنما لما أوحى بالهيبة والثقة قبل ما يستلم ويمارس الحكم صاروا كل الموظفين يروحوا على دواماتهم قبل الوقت وبطل حدا يسترجي ياخد رشوة. الحكم هيبة، مش هيك إذا بدنا نجيب رئيس وبعتذر على التعبير طرطور ما حدا رح يكون قري. بدك تجيب رئيس إله هيبة، هيدا الرئيس إله هيبة وعنده القدرة على اتخاذ القرار والكل بيعرفوه انه جد لما بياخد قرار منغير المعادلات. طيب اذا بدي ارجع شوي بالمقاربة اللي قلتها قبل، انه لو في قدرة على الاتيان برئيس بال86 كان كل جماعة المعارضة بتنتخب ميشيل معود بال65 بال65 لا ما بدك تجيب ال86 لا قلت لو كان في قدرة على انتخاب رئيس بال65 صوت بالدورة الثانية كان بيصير في شبه عظيم بالدورة الثانية، لكن الحملة على التغييريين والمعارضة ما إلى لزوم. لا أكيد هي إلى لزوم، لأنه عمليا أنت إذا بتقدر الرقم يعني إذا بتقدر الرقم ترفعه من 34 ل 50 ل 60 بأول دورة أو بشكل هيدا ضغط. بس السؤال الكبير إذا أنت مش قادر تعملها هل هيدا الشيء ببرر أنه ما تعمل دورة تاني؟ ما هو ميشيل معود شو كان عم بيعمل كل المرحلة؟ وصل مرات يجيب 47-48 صوت. بالسياسة القوى السيادية يلي عم تنتخب ميشيل معود تعمل حملة شعواء على الناس التغييريين يلي هلأ تفرفطت، وعم تبرر حضرتك ليش مثلا الاعتدال الوطني مش عم بيحط ميشيل معود بالدورة. وهني قالوا نايب أحمد الخير قال إذا منروح على الدورة الثانية منتخب ميشيل معود. أنا بقولك هني شو قالوا مش أنا عم بقول. هني قالوا إذا رحنا على الدورة الثانية عم بيقولوا نحن طالما في دورة واحدة تعمية أو شو؟ عم بيقولوا طالما نحن في دورة واحدة وبالتالي انتخاب معوض مستحيل بال 86 صوت، عم نترك مجال تنضلنا قادرين نحكي مع أطراف تانية إنه ليس ساعتها تنحرق الأصوات وما في دورة تانية. بس إذا رحنا على الدورة الثانية ما بدك هيك ما بدك تستفز الاعتدال الوطني عم نحكي هذا الحكي. لا انا مش عم برره عم بحكي الواقع. انا اللي عم بقوله ما بقدر برر الاعتدال ما عم نبرر للتغييريين. لا ما هي زيت شيء زيت شيء، بس اللي عم بقوله انا ما بقدر برر للرئيس نبيه بر بعدم الاستمرار بدوره ثانيه وثالثه ورابعه وخمسه لحين انتخاب رئيس. واجبات المجلس يكون هيئه ناخبه دورات متتاليه لحين انتخاب الرئيس، ما عنده شيء ثاني يعمله، مش مطلوب منه شيء تاني، لا شغل لجان ولا شغل طحنك ولا تضيع وقت. كل يلي عم بصير بالبلد هو نتيجة الإصرار. هاي خبرية انه منروح على حوار، شو هاي يعني مين جرب لمجرب كل الحوارات السابقة بشو اجت؟ ليش مين التزم بمقررات الحوار اللي دعا له نبيه بري بال2006 بأدار 2006؟ مين التزم فيه؟ هن التزموا فيه بموضوع ما سمي تحديد الحدود كما نقول ترسيم ونزعج خاطر بشار الأسد أو بالسلاح الفلسطيني خارج المخيمات أو بيدعوك على حوار تجروك على محلتين ويعملوا البدنية وما بيلتزموا بشي، أو حوار بعبدة ومطلع عليه بعبدة بيمضي عليه محمد رعد وتاني يوم بيقول لك غليه وشرب مي. طيب بدي أسأل سؤال أخير، هل الجلسات الحكومية اللي عم يدعي على الرئيس نجيب ميقاتي هي برأيك ميثاقية دستورية في غياب رئيس الجمهورية؟ يا أساس فادي هيدا النقاش كله أنا بالنسبة لي فعلا مضحك. نحن شو عم نعمل؟ عم نجي نقول خلص في أمر واقع قررنا بالفراغ في أمر واقع فراغ وتعالوا نشوف كيف ما نعمل إدارة للفراغ. أكيد. الأساس هو انتخاب الرئيس، هيدا كل منطق بس مش هيك عم بيصير؟ يا أساس فادي في أسألك سؤال، هل نجيب ميقاتي
هو مسؤول عن تعطيل انتخاب الرئيس؟ لا ما فهمت. انا بدي اقوس على نجيب مئاتي اليوم. نجيب مئاتي نجيب مئاتي انا عم بجي اقول نجيب مئاتي منه مسؤول عن تعطيل انتخاب الرئيس. نجيب مئاتي بس نجيب مئاتي بيقدر يلعب جلسه من دون دعم الرئيس بري وحزب الله يلي حضرتك عم بتقول انه مسؤول. نجيب مئاتي موجود اليوم بموقع رئاسه حكومه مستقله، حكومه تصريف اعمال، منه هو مسؤول عن انتخاب الرئيس. بده يجرب يعمل يلي بيقدر تيسيسر امور الناس. طيب انه شو بيعمل؟ بيقدر نجيب مئات يقول انا مش معني بكل الخبريه وانا ما فيني اجتمع ولا شيء وحط اجر على اجر. المشكل مش هون، المشكل انه جبران باسير بده يقول له لنجيب مئات ممنوع انت تعمل شيء قبل انتخاب رئيس. طب تفضل يا جبران باسير نزال انتخاب رئيس، شو حطوا اليوم بالشباب بالتصويت؟ يعني بيبقى عم بتعطل وعم تنسحب بالدورة الثانية. بس نتذكر انه النواب الشيعة 27 زيد معه الخلفاء بيصيروا 35، ما بيكفوا تعطلوا النصاب. تتعطل النصاب قدي بدك اكتر من 43 نايب. لولا نواب من التيار الوطني الحر ما بيتعطل النصاب. طب راح بكركي جبران بيصيروا قال هات لنعمل حوار. لك يا ليش مش عم تنسف؟ ليه مع مين فتحوا؟ يا استاذ فادي بده يروح ينتخب. شو هذا حوار؟ شو برعه الحوار؟ تعطي نصاب على رئيس. انت بترشح شخصيه مين ما كان اسمها وبتنزل تنتخبه. شو هيدا الخبريه؟ تعطى نتفق على مرشح. تعال لكن تعطى نعطل الانتخاب. تعطى نتفق على مرشح. هيدا جبران بيصير عم بيقول. كيف بتصير؟ ما نبيه بري عم بيقول لك هيك. لا نحن والقوى السيادية تعطى نتفق على على هو خطة عم بيجرب يجر المسيحية على معادلة بتشبه خبرية اجتماع القاضي الأربعة. خي مش صحيح. اليوم في دستور يا بتحترمه يا ما بدك تحترمه. مشكلته جبران باسيل تعود ينتهك القوانين وما ينفذها وينتهك الدستور ويخرب البلد ومش فرقني معه. اليوم في دستور، هيدا الدستور بيحكي عن انتخابات رئاسية. تفضلوا انزلوا على المجلس وضلكم بجلسات متلاحقة لحين انتخاب الرئيس. حاج بقى فزلكات ساعة. ما انت لما بدك تروح تحاور واحد هو بده يعطل الانتخابات. اليوم مين مسؤول عن تعطيل الانتخابات؟ ثلاثي حزب الله امل وجبران وبتعطل تحاور. لخي ما في زوم للحوار، ما في زوم لأي شيء. روحوا على انتخابات، انزلوا على المجلس. انت بتعرف اذا المجلس بينعقد على مدة جمعة كل يوم 3-4 دورات حكما بيصير عنا رئيس؟ سؤال. هني ما بدهم، هني بدهم يجيبوا خزمتشي، بدهم يجيبوا طرطور تابع لقلهم. هيدا المطلوب، مش انتخاب رئيس، ايصال خزمتشي. انا بدي اشكرك استاذ طوني ابي نجم. شكرا لك. مشاهدينا انتهت الحلقه، تابعونا دائما على Let's Talk لمقابلات اخرى. الى اللقاء.